بإرادته الأبية سجل الشعب المصري ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وكتب بأغلى التضحيات التي قدمها ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني، ضارباً أروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته. مثقفون وأدباء أكدوا أن ثورة 30 من يونيو لم تكن سوى البداية لرحلة طويلة بدأت مصر فيها معركة مقدسة للبناء والتنمية، لافتين لأن يوم 30 من يونيو يظل على رأس الأيام الخالدة للشعب المصري الذي انتفض ثائراً على من حاول اختطاف وطنه. وباتت ثورة 30 من يونيو الصخرة التي حالت دون انجراف مصر إلى مصير مظلم، حيث أعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم جهود كبيرة بذلتها الدولة في الحفاظ على الهوية الثقافية جنباً إلى جنب مع تنفيذ مشروعات البناء والإنجازات على جميع الأصعدة. وللحفاظ على الهوية المصرية جاءت الشركة المتحدة على المستوى الفني لتؤصل فكرة الانتماء إلى الوطن التي اختفت منذ مسلسل رأفت الهجان، حيث أنتجت الشركة كثيراً من الأعمال التي تبرز روح الانتماء وتؤكد الهوية المصرية، مثل سلسلة مسلسل الاختيار 1 و2 و3، وكذلك العديد من الأفلام السينمائية ومن أهمها فيلمي الممر والسرب. كذلك فقد نجحت جهود الدولة بالمسار الثقافي في تحقيق كثير من النجاحات والتي تستهدف توعية وتثقيف المواطن والتعريف والاحتفاء بالتراث الحضري. وهكذا كان توجه ثورة 30 من يونيو واضحاً منذ البداية، بدءاً من صياغة ديباجة دستور الجمهورية الجديدة بأنامل الشاعر الكبير سيد حجاب، الذي أكد أن لكل مواطن الحق في الثقافة وحرية الإبداع.